بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في لقائنا التعليمي السابع لمقرر إدارة العلاقات العامة، والذي هو بعنوان الصورة الذهنية للمنظمة من منظور إدارة العلاقات العامة. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن نكون قادرين على التعرف على مفهوم الصورة الذهنية وسماتها وأنواعها وعملية تشكيل الصورة الذهنية للمنظمة، والتعرف على مكونات الصورة الذهنية وتحديد نقاط القوة والضعف في الصورة الحالية. أيضا التعرف على الأهمية الإخبارية للمنظمة وكيف نقدم صورة إيجابية للمنظمة. في البدء علينا أن نتكلم عن عملية إدارة الصورة الذهنية للمنظمة، فهي ما هي إلا يعني مجرد تأثيرات تحصل على اتجاهات الجماهير، ويتم تكوين صورة في ذهن الجمهور عن إيجابيات المنظمة. فهي دائما نتكلم عن إيجابيات أكثر من السلبيات، وبالتالي تعد عملية إدارة الصورة الذهنية للمنظمة عنصر أساسي من عناصر الإدارة الاستراتيجية للمنظمة. طبعا عملية بناء الصورة الذهنية للمنظمة طبعا معقدة ومتعددة الجوانب والقوى، وتتطلب بذل جهود اتصالية عديدة من العاملين في مجال الاتصال عموما ومن رجال العلاقات العامة خصوصا، فهم يعملون جميعا على معالجة المعلومات الخاصة بالمنظمة بطريقة تمكنها من التأثير على اتجاهات الجماهير بشكل إيجابي. فإذا كان المسوقون والمعلنون يهتمون بتأثير صورة العلامة، مثلا علامة تجارية، على المبيعات، فإن رجال العلاقات العامة يسوقون صورة المنظمة من خلال إجابة على 3 تساؤلات هامة: كيف ندير الصورة الذهنية للمنظمة؟ وكيف يستقبل الجمهور المعلومات التي تشكل صورة المنظمة؟ وكيف تؤثر الثقافة البيئية المجتمعية على إدراك الجمهور لملامح صورة المنظمة؟ في البدء لابد علينا أن نفهم ما هي الصورة الذهنية. كلمة صورة ذهنية ماذا نقصد بها؟ وبالتالي نقصد بها ما هو إلا مفهوم عقلي مستنبط من العقل شائع بين أفراد جماعة معينة اللي هو جمهور، يشير إلى اتجاه هذه الجماعة شكلها الأساسي نحو مثلا شخص معين أو نظام معين أو طبقة أو جنس بشري أو فلسفة سياسية أو شيء آخر، حتى صورة ذهنية عن منتجات الشركة. فنحن خلاص أن ما يأتي شخص يريد أن يقنعك مثلا بمنتوج آخر غير التي أنت تتعامل معه، فصورتك الذهنية تقول لا، أنا والله منتجي مع الشركة الفلانية، وبالتالي خلاص أنت شكلت لدى عقلك صورة ذهنية أنه مستحيل بأي حال من الأحوال أن يتغير صورتك الذهنية عن المنشأة التي أنت تتعامل معها، لاعتبارات كثيرة، قد يكون للسعر، قد يكون لقربها منك، قد يكون لجودتها، عدة اعتبارات. وبالتالي هذه الاعتبارات كلها هي التي تستهدفها المنظمات وهي ما تسمى بالصورة الذهنية. بدأ مفهوم الصورة الذهنية طبعا بالظهور في النصف الثاني السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، بعد ما أصبح لمهنة العلاقات العامة تأثير كبير في الحياة العصرية، وتزايد الاهتمام بالصورة الذهنية مع بداية القرن 21، واهتمت العلاقات العامة بدراسة صورة المنظمات والشركات والمؤسسات المختلفة للتعرف على نظرة الجماهير لتلك المنظمات ومعرفة العناصر الإيجابية وتدعيمها والعناصر السالبة وتفاديها وإصلاحها. كما اهتمت العلاقات العامة بدراسة العوامل المؤثرة على تكوين الصورة الذهنية وتطورها في ظل توسع وسائل الاتصال الجماهيري. سمات الصورة الذهنية المنظمة، الصورة الذهنية بشكل عام قلنا هي مفهوم عقلي، وعندما نقول مفهوم عقلي بمعنى انطباعات عقلية للأفراد تشكل اتجاهاتهم ومواقفهم وأحكامهم تجاه المنظمات. وطبعا الصورة الذهنية ما هي إلا صورة حيوية ديناميكية كما قلنا عليها، حركية قابلة للتغيير في أي وقت. يعني لما نقول قابل للتغيير معناه قد ربما المنظمات الأخرى تهدف للصورة الذهنية بحيث تستقطب
جماهير المنظمات الأخرى إليها، وبالتالي فجميع المنظمات العمال تحذر من هذا من هذه الفكرة، وبالتالي قابليتها للتغيير تفاعلية طبعا بسبب تغيرات الأفراد أو التغيرات الناجمة عن المنظمات أو التغيرات الناجمة عن المجتمعات. والصورة الذهنية هي تقديم عقلي من قبل الجمهور للمنظمة، سواء كانت التقديم جزئيا صورة الإدارة أو صورة العلامة التجارية، صورة المنتجات، أو كليا لجميع عناصر ومكونات المنظمة. كما أن الصورة الذهنية مقصودة ومخططة، وهي تختلف عن الصورة النمطية التي يكونها الأفراد بناء على معلومات خاطئة. والصورة الذهنية طبعا تعتمد على برامج إعلامية مدروسة، والصورة الذهنية قابلة للقياس باستخدام أساليب البحث العلمي، وبالتالي يمكن التعرف على طبيعة الصورة لدى الجمهور عن المنظمة. عندما تكلمنا عن هذا التصور العقلي أو الفهم العقلي، الآن نريد أن نوضح ما هي أنواع هذه الصورة الذهنية. نحتاج مكونات أو أنواع لهذه الصورة الذهنية، من ضمنها صورة نسميها صورة مرآة، وهي الصورة التي ترى المنشأة نفسها من خلالها، وهي صورة حالية، وهي الصورة التي يرى بها الآخرون المؤسسة، وصورة مرغوبة، وهي الصورة التي تود المنشأة أن تكونها لنفسها في أذهان الجماهير، وصورة مثلى، وهي أمثل صورة يمكن أن تحقق إذا أخذنا في الاعتبار منافسة المنشآت الأخرى وجهودها في التأثير على الجماهير، ولذلك يمكن أن تسمى بالصورة المتوقعة. الصورة المتعددة، وتحدث عندما تتعرض وتتعامل جماهير منشأة لممثلين مختلفين للمنشأة، ويعطي كل منهم انطباعا مختلفا عن المؤسسة، ولكن هذا التعدد لا يستمر طويلا، فإما أن يتحول صورة واحدة إيجابية أو سلبية أو صورة واحدة بشكل عام. إذن أنواع الصورة الذهنية قد تكون صورة مرآة، حالية، مرغوبة، مثلى، أو متعددة. لدينا خمس صور للصورة الذهنية. المكونات أو قبل المكونات لدينا مراحل الصورة الذهنية. المرحلة الأولى، أولا علينا أن يتم أن نشكل شخصية المنظمة، والتشكيل هنا نقصد به أن نقسمها إلى جزئين. تبدأ بوضع فلسفة المنظمة المحتوية على مجموعة القيم الأساسية للمنظمة، وعند وصول التغذية الراجعة على تلك الثقافة، إن الإدارة الاستراتيجية تتأثر بما يجعل إدارة المنظمة تعدل وتضع اللمسات النهائية على فلسفتها وثقافتها، وبالتالي تصبح رسالة المنظمة واضحة، وفي ضوءها يتم وضع الأهداف الكلية للعمل. المرحلة الثانية مرحلة هوية المنظمة، وهي عملية يتم فيها تحديد الأهداف الاتصالية للمنظمة بناء على الأهداف الكلية للمنظمة، ويجب أن تكون الأهداف الاتصالية للمنظمة شاملة لفلسفة وثقافة المنظمة، ومن خلال تلك الأهداف تتضح القضايا والموضوعات التي يجب على المنظمة أن تتحدث فيها، وهذه الموضوعات تتلخص في الأسئلة: ماذا نقول؟ ما كمية المعلومات يجب نقلها؟ كيف يتم قولها؟ وكيف يتم التعامل معها؟ وهذه الأسئلة تكون الإجابة عليها من خلال القيام ببعض الوظائف مثل بحوث الصورة، المسح البيئي، مراقبة القضايا الاجتماعية والسياسية، العلاقة بوسائل الإعلام، والتقرير السنوي حول نشاط المنظمة الإعلاني. والمرحلة الثالثة من مراحل صورة الذهنية المنظمة مرحلة صورة المنظمة، وهي عبارة عن نقطة الالتقاء والتداخل بين الجماهير المتعددة وبين المنظمة، خبرات وإدراك تلك الجماهير التي تتشكل من خلال كل مخرجات النظم اللي هي المستويات بشكل عام. المخرجات تتكون من الأهداف الوظيفية للاتصالات من جميع تعاملات الجمهور مع مختلف إدارات المنظمة. هذا تقريبا ثلاث مراحل مهمة لصورة الذهنية المنظمة. عملية تشكيل الصورة الذهنية المنظمة، أول شيء عملية تشكيل صعبة ومعقدة كما قلنا سابقا في المقدمة، والتعقيد هو نتيجة للتداخل وعدم وجود فواصل بين وظائف المنظمة الداخلية وبين علاقاتها الخارجية أثناء الممارسة اليومية لأعضاء المنظمة. والعملية بمعنى الإدارة العليا تقدم فلسفتها للإدارات المختلفة المنظمة، وتتكون الثقافة التنظيمية التي تحكم عمل أعضاء المنظمة، وتحكم مضمون الرسائل الاتصالية التي توجهها العلاقات العامة إلى جماهيرها الخارجية. في منتصف لقائنا التعليمي وضعنا تقويم ذاتي بالإجابة نعم أو لا. عملية تشكيل الصورة الذهنية منظمة صعبة ومعقدة، هل الإجابة صحيحة أم لا؟ من أنواع الصورة الذهنية الصورة المرآة، وهي الصورة التي ترى المنشأة نفسها من خلاله، هل الإجابة صحيحة أم لا؟ الآن
نأتي إلى مكونات الصورة الذهنية. طيب نحن نتكلم على أنواع وعلى مراحل، طيب ما هي مكونات الصورة هذه نفسها؟ قد تكون الصورة الذهنية علامة تجارية، يعني عندما نتكلم مثلا نحن في الجمهورية اليمنية مثلا مجموعتها سعيد أنعم، بعض منتجات مجموعتها سعيد أنعم تحمل علامات تجارية خارجية أجنبية، زي مثلا التيشوب علامة إنجليزية، وبالتالي فبمجرد الشخص الذي يرى هذه العلامة التجارية مثلا على البسكويت في مع مجموعتها سعيد أنعم يرى أن المنتج بالفعل ذات جودة عالية، لأن نحن عندما نتكلم على تيشوب فهي علامة إنجليزية، ومعنى علامة إنجليزية معناه أنه لم تعطى هذه العلامة التجارية إلا لمنتج ذات جودة عالية جدا، وبالتالي فمؤسسة تيشوب مؤسسة تهمها سمعتها، وبالتالي فهي تقوم بحملات دورية لمدى تطابق هذا المنتج مع علامتهم التجارية، وبالتالي فهي عملية تقريبا سنوية، يتأكدون دائما من المنتج هل هو ما زال بنفس الجودة العالية، وبالتالي فالعلامة التجارية ومدى ثقة الجمهور بها مهم. هذه صورة ذهنية. أيضا صورة ذهنية مثلا المنتجات نفسها، منتجات الشركة نفسها نقول عليها صورة ذهنية، صورة إدارة منظمة نفسها، يعني ما نقول والله منظمة مثلا منظمة تعمل في الخير، بمجرد أن نقول منظمة تعمل في الخير هذه تعتبر صورة ذهنية بغض النظر عن مدى قوة المنتج أو ضعفه جودته أو قلته، وبالتالي فخلاص مجرد أن هؤلاء هم لديهم أيادي بيضاء في المجتمع، فخلاص بعض الأشخاص يتعاملوا معهم بغض النظر عن هذا المنتج. إدارة المنظمة نفسها وهي اللي نقول عليها في النقطة الرابعة هي المسؤولية الاجتماعية. أيضا أداء موظفي المنظمة أنفسهم قد يشكلون صورة ذهنية على المنظمة، الموظفين الإيجابيين ومدى مقدرتهم على القيام بالأعمال المنوطة بهم، الموظف الإيجابي هو الذي يتكلم على منظفته بكلام طيب إيجابي محفز، والموظف الذي يتكلم على منظمته بكلام سلبي فهو أيضا يشكل صورة للجمهور بأن هذه الموظفة والله سلبية، وبالتالي تحرص جميع المنظمات الأعمال على أن يسهلون مهمة موظفي المنظمة، يقدم لهم الرعاية الكاملة، يقدم لهم المرتبات المزية، وبالتالي حتى يعكسوا الفكرة الإيجابية عن المنظمة. كفاءة الاتصالات الكلية منظمة، هذه كلها أمور نتكلم عنها عن مكونات الصورة الذهنية للمنظمة. من مزايا الصورة الذهنية المنظمة تساعد في جذب أفضل الكفاءات المنظمة العمل بها، وأيضا تساعد في تقوية علاقات المنظمة بجماهيرها الداخلية والخارجية، طبعا تقلل من مشاكل العاملين وترفع روحهم المعنوية، إقناع كافة مستويات المجتمع بأهمية الدور الاجتماعي المنظمة، تعطي فرصة زمنية للمنظمة قبل إصدار الحكم عليها، والمساعدة في جلب رؤوس الأموال للاستثمار في المنظمة. وبالرغم من المزايا المذكورة إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض النتائج والدراسات، وهي كبر حجم المنظمة، يعني كبر حجم المنظمة لا يعني ذيوع اسمها أو صورتها طيبة، بعض المؤسسات كبيرة في الحجم لكنها صورتها سلبية، الشركات ذات السمعة غالبا ما يكون لها صورة طيبة في أذهان الناس، النظرة الانتقائية للجمهور لها الدور الأكبر في وصف أعمال ومخرجات المنظمة، المنظمات المنتجة للموال الاستهلاكية لديها فرصة أكبر في تكوين صورة ذهنية جيدة، وخاصة إذا ما استخدمت الإعلانات بصورة عامة، يمكن للشركات أن تحقق أرباحا دون أن تكون معروفة ممكن، وبالتالي نرى أن الصورة الذهنية لابد أن تخطط وتنفذ بصورتها الآتية. أول شيء جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالمنظمة، ماضيها وحاضرها، وهي طبعا نظرة باحثة إلى الخلف لمعرفة صورة المنظمة في الماضي وما إذا كان لها أثر في تكوين الصورة الحالية، نظرة متعمقة في داخل المؤسسة للتعرف على الحقائق والآراء وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد نقاط القوة والضعف في الصورة الحالية للمؤسسة بمكوناتها وعناصرها، وأيضا نظرة واسعة لمعرفة الظروف المحيطة بالمنشأة لمعرفة العوامل البيئية والمجتمعية السائدة والمؤثرة على صورة المؤسسة. طبعا أيضا من ضمن تخطيط وتنفيذ الصورة الذهنية لدينا أيضا تحديد نقاط القوة والضعف في الصورة الحالية، وهي التخطيط لبرامج الصورة الذهنية، ومن ثم
التعرف على الأسباب التي أدت إلى الصورة الحالية والدوافع التي تحكمها، وذلك من خلال البيانات والمعلومات المكونة للجوانب التالية الثلاثة التالية: مدى معرفة الجمهور بالمنظمة، ودرجة الشعور الطيب نحوها، ومدى فهم الجمهور للصفات التي تميزها. أيضا نضع قائمة بكل نقاط الضعف والقوة لاستخدامها في عملية التخطيط. وأيضا لدينا أيضا بعض أما الإيجابيات فيتم اختيار أبرزها لتوظيفها من جديد في تحديد ملامح الصورة المرغوبة. ويجب على موظفي العلاقات العامة مراجعة برامج العلاقات العامة السابقة وجهود العاملين فيها لمعرفة نواحي القصور لتلافيها وتعزيز الجيد منها. أيضا وضع تخطيط مكتوب لمعالم الصورة المرغوبة التي تود المنظمة تكوينها لدى جماهيرها، مثلا مراجعة الجوانب الإيجابية والمستخرجة من نتائج البحوث. وهذه المكونات قد تكون المكونات الفعلية للمنظمة، زائدا الظروف المجتمعية المحيطة بها، زائدا نشاطات المنظمة المماثلة. ويتم الأمر هذا خلال مجموعة من النقاط: تحديد ماهية المنظمة، تعريفها وجهودها وأعمالها وسياستها وأهدافها وأنشطتها، ومن ثم تحديد الهدف الرئيسي لخطة برنامج الصورة، تنفيذ برنامج الإعلامي. بعد خطوتي جمع البيانات وتحديد الأهداف الاتصالية تأتي خطوة تحديد المكونات الأساسية للعملية الاتصالية، ومن ضمنها تحديد المضمون الرسائل الاتصالية وتحديد القوالب الفنية التي تقدم من خلالها المضامين، سواء كان القوالب هذه إعلانات أو أخبار أو تحقيقات أو أفلام أو غيرها من هذه القوالب. تحديد الوسائل المستخدمة في نقل المضامين سواء كان جماهيرية أم خاصة، وتحديد نوع البرامج التي ستقدم من خلال تلك الوسائل، وتحديد الشكل الذي تتخذه الحملة المخصصة لبرنامج الصورة، هل هو إعلاني أم حواري أم منوع. الأهمية الأخبارية لأعمال المنظمة، إنما تقوم به المنظمات من أعمال في مراحلها المختلفة يمثل معلومات هامة وشيقة وذات أثر على حياة الجماهير سواء كان سلبا أو إيجابا، وهذا ما يجعل لها أهمية أخبارية عند الجماهير من خلال وسائل الإعلام، وهذا جانب إيجابي. وهناك أعمال للمنظمات لها جانب سلبي: تراجع جودة المنتج، إلغاء العقود، ممارسات اجتماعية خاطئة، وهنا تكون الأهمية الأخبارية سلبية على المنظمات. معظم أنشطة المنظمات لا تحظى بأهمية أخبارية، وهذا ما يوجب على المنظمات أن تعمل على إبراز أهم أعمالها المشوقة التي تجذب الجماهير، وذلك من أجل الاستفادة من الأثر الإيجابي للتغطية الأخبارية. أيضا مدى تنافر واختلاف أنشطة المنظمة ورسائلها الاتصالية، باختلاف أعمال وأنشطة المنظمات تتعدد رسائلها الاتصالية المثبوتة للجماهير، وذلك بسبب ضعف عملية التنسيق بين أعمال المنظمة الواحدة، وهذا ما يجعل رسائل المنظمة بعيدة عن التماسك والتناغم في محتوياتها، وهذا أمر سلبي، والعكس سيكون صحيح وذو أثر إيجابي بالطبع. وهذا يؤدي إلى حقيقة مفادها أنه يجب أن يكون هناك مصدرا واحدا للإعلام عن كل أعمال وأنشطة المنظمة. طبعا تنوع الجهود الاتصالية المنظمة، كل ما تنوعت وتكاثفت الجهود الاتصالية المنظمة بشكل منظم ومخطط من أجل بناء الصورة الذهنية، فإن هذا المنظمات تصبح معروفة بشكل أفضل وذات سمعة طيبة أكثر، والعكس صحيح. أخيرا، كيف نقدم صورة إيجابية للمنظمة؟ نقدم صورة إيجابية للمنظمة من حيث أول شيء التخطيط لبرامج الصورة الذهنية، بحيث يجب أن يكون جزءا من التخطيط الكلي للمنظمة مهمة رجال العلاقات العامة، فيجب عليهم أن يربطوا خططهم الاستراتيجية بخطة المنظمة الاستراتيجية، فهم المسؤولون عن صورة المنظمة بعد 50 عام، وأخذ التغيرات المجتمعية والاقتصادية وما يجب أن تتعرض لها المنظمة بعين الاعتبار عند التخطيط لبرامج الصورة الذهنية، وذلك من أجل التوافق والتكيف مع هذه التغيرات. فليس من الحكمة أن تضع المنظمة أهدافا بناء على ظروف راهنة حالية دون اعتبار للتغيرات المستقبلية، ويجب استخدام وسائل الإعلام والترويج لعكس إنجازات المنظمة من أجل خلق صورة إيجابية محابية للمنظمة عند جماهيرها. والصورة لابد أن تعبر عن الواقع الحقيقي لأعمال المنظمات،
والسبب الرئيسي لنجاح المنظمات هو وجود علاقة وثيقة بين سياسات الإدارة وأعمالها وبين عناصر الصورة الذهنية لها. في نهاية لقائنا التعليمي وضعنا عدة تقويم وتدريبات عزيزي الطالب، أجب بلا أو نعم مع تصحيح الخطأ إن وجد. التخطيط لبرامج الصورة يجب أن يكون جزءا من التخطيط الكلي للمنظمة، وهذه مهمة رجال العلاقات العامة. الإجابة صحيحة أم خطأ؟ معظم أنشطة المنظمات لا تحظى بأهمية إخبارية، وهذا ما يوجب على المنظمات أن تعمل على إبراز أهم أعمالها المشوقة التي تجذب الجماهير. هل الإجابة صحيحة أم خطأ؟ عزيزي الدارس، حدد مراحل خطط تخطيط وتنفيذ برامج الصورة الذهنية المنظمة، وما هي مزايا الصورة الذهنية؟ تناولنا في هذا اللقاء الصورة الذهنية المنظمة من منظور العلاقات العامة، حيث تعد عملية إدارة الصورة الذهنية المنظمة عنصر أساسي من عناصر الإدارة الاستراتيجية المنظمة، وعملية بناء الصورة الذهنية المنظمة معقدة ومتعددة الجوانب والقوى، وتتطلب بذل جهود اتصالية عديدة من العاملين في مجال الاتصال عموما ومن رجال العلاقات الخاصة العلاقات العامة خصوصا، وتعرف على أنها مفهوم عقلي شائع بين أفراد جماعة معينة يشير إلى اتجاه هذه الجماعة الأساسي نحو شخص معين أو نظام معين أو طبقة أو جنس بشري أو فلسفة سياسية أو أي شيء آخر. تطرقنا أيضا إلى مكونات الصورة الذهنية المنظمة، وتتكون من علامة تجارية ومنتجات وخدمات المنظمة وصورة إدارة المنظمة وفلسفتها في العمل وبرامج المسؤولية الاجتماعية وصورة المنظمة كما كان للعمل. في نهاية لقائنا نتمنى لكم دوام التوفيق.